السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو مراجعه لو شابيتر 1 لو شابيتر 2 ديال لو رومون اوتوبيوغرافيك لا بوطا ميرفي دو احمد الصفراوي. غنعطيكم دي زانفورماسيون تقريبا 20 جمله، وكل جمله غادي تقولوا لي واش هذيك لا فراز اللي فيها واش فغي اوف، يعني معلومات على الروايه وبالضبط على لو شابيتر 1 لو شابيتر 2. نبداو على بركه الله الريفيزيون ديالنا. ريبوندي بار فري او فو، غادي نجاوب صحيح او خطا، يعني ما غنجوستيفيوش الا كان خطا، ما غنديروش لا جوستيفيكاسيون، غنديروها غير شفويا فقط باش نراجعو. لا دات دو بوبليكاسيون دو رومون، تاريخ اللي تنشرت فيه القصه اللي هي لا بوطا ميرفي هو 1952. طبيعه الحال فو، تنشرت القصه في 1954، تكتبات في 1952، ما تنشرت حتى 1954. هادشي اللي غلط في هاد السؤال الاول، يعرف راسو راه ما شاد حتى شي حاجه على القصه. اذا هنا غادي نديرو فو، صحيح هو 1954. كيسيون نيميرو 2، لا فامي دو ناراتور ابيت ادار الشوافه. ملي كنقولوا لا فامي، العائله دو ناراتور ديال الراوي اللي كتكون من المعلم عبد السلام ومن لالا زبيده ومن سيدي محمد، ساكنين ابيت ادار الشوافه، في دار الشوافه، ولا كنقولوا ليها لا ميزون دو لا فويونت ولا لا ميزون دو لالا كنزه، هما بصح ساكنين في دار الشوافه. اذا غادي نديرو فغي. ثلاثه، لا بوطا ميرفي ايتان رومون اوتوبيوغرافي. ملي كنكتب لا بوطا ميرفي وكنسطر عليها صافي غاوي على لو تيتر، القصه ديالنا واش هي رومون اوتوبيوغرافي؟ خطا، كاين اللي غيشوف رومون اوتوبيوغرافي وغيجي غيدير هنا فغي، غندير فو غنقول لكم علاش خطا. خاصها تكون رومون اوتوبيوغرافيك، ما يمكنش ليا نكتب رومون اوتوبيوغرافي، دائما كنديرو رومون اوتوبيوغرافيك. يعني راه شي حاجه اللي نتوما تقدروا تقولوا لا ماشي مشكل، ولكن راه هي اللي كتضيع لكم النقاط. يعني غومو اوتوبيوغرافيك ماشي غومو اوتوبيوغرافي. ربعة، سيدي محمد ان زينب. سيدي محمد اللي هو لو ناراتور الراوي ديالنا، اللي هو لو بيرسوناج برينسيبال، الشخصيه الرئيسيه ديالنا، اللي هو لو ايرو دو رومون، البطل ديالنا. هاد سيدي محمد اللي قلنا عنده 6 سنين، ام زينب عزيزه عليه، زينب كيبغي زينب. شكون هي هاد زينب؟ هاد زينب هي بنت رحمه اللي ساكنه في البرومي ايطاج، ساكنه معاهم في دار الشوافه. وهاد زينب فايته سيدي محمد بعام، سيدي محمد عنده 6 سنين وزينب عندها 7 سنين، بطبيعه الحال ما كيحملها ما كيشمها، عقلو عليها مزيان. هاد زينب ما عند سيدي محمد معها، اذا غادي نديرو هنا فو. خمسة، لو جودي، نهار الخميس، سي لو جوغ نيفاست بوغ لي زيليف دو مسيد. نهار الخميس هو النهار الكحل، هو نهار لونو بحال الفاخر بالنسبه لي زيليف، التلاميذ ديال المسيد. خطا، نهار الثلاث لو ماغدي، نهار الثلاث هو النهار الخايب عند الدراري ديال المسيد، حيت كيعرضوا الايات اللي حفظوا. اذا هنا غادي نديرو فو، ماشي جودي وليني ماغدي. لو ماري دو رحمه سي مولاي العربي، راجل رحمه سميتو مولاي العربي. فو، راجل رحمه سميتو دريس العواد، وهاد رحمه هي مامات زينب. اذا هنا غادي نديرو فو بين قوسين باش تبقاو عاقلين، دائما ندير لكم تذكير حتى يطلع لكم هادشي في راسكم، دريس العواد. سبعة، لامي اونسيان دو لالا زبيده سي فاطمه بزيويه. لامي اونسيان، الصديقه القديمه ديال لالا زبيده هي فاطمه بزيويه. فو، فاطمه بزيويه الجاره اللي كتقاسم نفس ليطاج مع لالا زبيده، واني ماشي صاحبتها قديمه، ما ديالها هي لالا عائشه. غادي نكتبوا هنا لالا عائشه باش هكا تبقاو عاقلين ليا عليها مزيان. لو ناراتور الراوي ديالنا كومبار لو بامور او باراديس. لو ناراتور سيدي محمد قار لينا الحمام، لو بامور الحمام اللي كنمشيو ليه، او باراديس بالجنه. طبيعه الحال اللي قاري الباساج غيعرفوا انه قار لينا الحمام بجهنم، وسيدي محمد ما كيحملش يمشي للحمام، حيت داك كيجي داك الحمام واحد المكان فيه قله الحياه وديك السخونيه والحراره، ما كيقدرش عليها. اذا غادي نديرو هنا فو، وبين قوسين اونفير، يعني قارنها بالجهنم ماشي بالجنه.
شعور لا سوليتود الوحده سي لو سونتيمون كي ابيت لو ناراتور. الوحده هي الاحساس اللي ساكن وعايش مع لو ناراتور ديالنا، مع الراوي ديالنا اللي هو سيدي محمد. بطبيعه الحال فغي، حيت كون ما كانش هاد لا سوليتود ما كانش غتكون عندنا هاد القصه هادي اللي هي لا بوطا ميرفي. زينب لا في دي رحمه مويي سون لي بريسكو شاك نوي. هاد زينب هادي اللي هي بنت رحمه اللي ساكنين في البرومي ايطاج في دار الشوافه، كتفزك فراشها تقريبا كل ليله، وفي الصباح كتعطيها رحمه قتله وكتسمكها فغي. يعني هادي اللي قاري الباساج غيعرفها، يعني هاد الجواب هاد الجمله هادي صحيحه. رحمه دون او بوتي غارسون، رحمه عطات او بوتي غارسون يعني عطات للطفل الصغير اللي هو سيدي محمد ان بوتيت بواط. في لو شابيتر الاول شفنا ان رحمه ضربات مع لاله زبيده، واخا كانت مضاربه معاها من بعد عطاتو واحد الكادو. هذا الكادو هذا ماشي هو ان بوتيت بواط، ماشي علبه صغيره، حيت سيدي محمد ديجا عنده علبه ديالو اللي كيعتبرها علبه ديال العجائب. مي هي عطاتو كابوشون دو فيغ، عطاتو واحد الزجاجات اللي كيكونوا في الطريه، عطاتو وحده منهم. اذا هنا غادي نديرو فوق بين قوسين، غادي نعاود نذكركم عطاتو كابوشون دو فيغ. نشوفو لا فراز المواليه. سيدي محمد a été griffé par un chat lors de la visite du mausolée سيدي علي بوغالب. سيدي محمد لو ناراتور ديالنا، الراوي ديالنا، البطل ديالنا، قمشو واحد المش مني مشى يزور داك لو موزولي، داك الضريح ديال سيدي علي بوغالب، ولا ديك الزاويه ديال سيدي علي بوغالب مني مشى هو والام ديالو ولالا عائشه. الجواب ديال هاد السؤال هذا هو فغي، بصح قمشو واحد المش في هاد الزاويه ديال سيدي علي بوغالب ولا مريض، وبسبب ديال هاد المرض هذا ما بقاش مشى لمسيد يومين ونص. المعلم عبد السلام ديجوني افيك سا فامي سولمون لو جور دو فوندرودي. المعلم عبد السلام اللي هو سيدي عبد السلام اللي هو الاب ديال الراوي ديالنا، كيتغدى مع العائله ديالو فقط يوم الجمعه. هاد الجمله هادي صحيحه، دائما كياكل وكيتغدى في لاتوليي ديالو، وفقط الجمعه كيصلي الجمعه وكيجي كياكل الغدا ديالو مع العائله ديالو. سيدي عبد السلام ايتان بابوشي لو بير ديال لو ناراتور. واش هو بابوشي؟ واش كيصاوب هادشي ديال البلاغي؟ فو، المعلم عبد السلام هو تيسورون ماشي بابوشي، كيدير هادشي ديال الخياطه. اللي بابوشي عندنا في القصه هو مولاي العربي راجل لاله عيشه. Le père du narrateur a pris le métier tout seul. Le père du narrateur, سيدي عبد السلام تعلم هاد الحرفة ديالو اللي هي تيسورو، تعلمها بوحدو. اش غادي نقولو؟ غادي نقولو فو، هادي هي اخر فقرة كاينة في لو شابيتر 2، ما تعلمهاش بوحدو، تعلمها من عند هاد العائلة ديالو. دريس لو تينيو، عندنا جوج ديال دريسات في القصة، دريس لو تينيو اللي هو خدام عند سيدي عبد السلام، وعندنا دريس العواد اللي هو راجل رحمة وساكن في دار الشواف. دريس لو تينيو اي لابخونتي دو المعلم عبد السلام، هو المتعلم ديال المعلم عبد السلام فغي. لالا فطوم ولا لالا فطومه اونسيان فوازين اي امي دو لالا زبيده، هي جاره وصديقه قديمه ديال لالا زبيده. فو، هاد لالا فطوم ماشي جاره وماشي صديقه ديال لالا زبيده، هادي هي الكيسيير دو بامور ديال اللي كتخلص عندهم في الحمام، ماشي صديقه ديال لالا زبيده. لو فيزاج دو لالا عيشه انسبيري او ناراتور ان سارتان ديغو، الوجه ديال لالا عيشه كيخلي سيدي محمد يحس بواحد الاحساس اللي هو خايب، بحال شي واحد كيشوف شي حاجه ما كتعجبوش ما كيبغيش يبقى مطول فيها. شوفه، هذا جواب لي، وهاد الجمله هادي الجواب ديالها هو فغي، بصح ما عندوش مع لالا عيشه هاد سيدي محمد ديالنا. لا فامي دو ناراتور ابيتي ا دار الشوافه 6 سنين، العائله ديال سيدي محمد ساكنه في دار الشوافه 6 سنين، 6 سنين وهي ساكنه في دار الشوافه. هاد الجمله هادي خاطئه، ماشي 6 سنين فقط، 3 سنين، 3 سنين باش جات العائله ديال سيدي محمد وسكنات في دار الجمله الاخيره ديالنا. دريس لو تينيو فوني دو فوا ا لا ميزون دو لا فويونت، دريس لو تينيو المتعلم ديال المعلم عبد السلام كيجي جوج ديال المرات للدار ديال الشوافه. لو ماتا في الصباح اشوتي لي بروفيزيون، شري داكشي اللي خاص لالا زبيده السخره. اي او ميليو دو جوغ، هو وسط النهار
شيرشي لو ديجوني دو سون باترون كيجي كيدير الغدا الباترون ديالو اللي هو المعلم عبد السلام. وهادشي كامل اللي في هاد لافخاز صحيح. اذا غادي نديرو فغي فقط نهار الجمعه اللي كيتغدى قلنا المعلم عبد السلام في الدار، يعني ما كيجيش هاد دريس لو تانيو يدي ليه الغدا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. الا حسيتوا براسكم عجباتكم هاد الطريقه وبغيتو نكمل معكم لي زوطر شابيتغ بنفس لا ميثود، ما تبخلوش عليا بجامور بارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ودعوه للاب ديالي وجميع الاباء ديال المسلمين بالرحمه والمغفره. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.